يعني سنة من سنن الله عز وجل، على قدر همتك تكون النتيجة والنهاية. ليس يعني لا يشترط أن يكون مسلماً الرجل، الإمداد على قدر الاستعداد. بالضبط. يعني الآن إحنا نعرف هناك يعني رجل الآن مشهور جداً، وإذا ألقى محاضرة يعني يعطى يعني مئات الألوف من الدولارات لأجل إلقاء محاضرة. طبعاً هذا الرجل هكذا طوله فقط جذع، بلا أيدي وبلا أقدام، ورجل يعني فيه عنفوان وفيه همة عالية، يعني يلقي يعني على اليوتيوب يعني يقول أنا كيف يعني امتلكت هذه المهارة، يسبح ويأكل ويشرب ويعزف ويفعل وهو لا يملك لا أيدي ولا أرجل. يقول أنا كنت يعني حينما ولدت هكذا سقطت، فبقيت ساقطا على وجهي، لم يأتني أحد لينقذني، فقلت لنفسي لما لا أحاول. فبدأ يحاول النهوض، وبدأ يحاول المشي، وبدأ يحاول الحبي، وبدأ، والآن أصبح يعني الآن هو أسترالي، أصبح مشهورا جدا 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 في قضية التنمية البشرية، وفي قضية التنمية البشرية هو الآن يعني يعتبر مدرب.